إن الله العظيم أنعم علينا بشيء عظيم وتحدث عنه كثيرا. ما هو هذا الشيء العظيم الذي ذكره الله تعالى؟ تفضل يا إسماعيل. الوقت رائع رائع. هذا الوقت أبنائي الرائعين الذي أنعم الله علينا به قسم به. ما هي الآيات التي ذكرها الله تعالى من خلال القسم؟ من يعطيني اسم سورة؟ تفضل يا عمر. والفجر. والفجر، سورة الفجر، عندما قال الله تعالى والفجر. تفضل يا بلال. العصر. رائع. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. بدأ بالسنة، والسنة هي من الأوقات. كم شهر تساوي السنة يا خالد؟ 12 شهرا. رائع. والشهر كم يساوي تقريبا يا عبد الفتاح؟ 4 أسابيع. تقريبا 4 أسابيع. رائع ممتاز. والأسبوع يا محمد؟ 7 أيام. والساعة عدة أشكال، منها ساعة الحائط، منها ساعة الحائط، منها ساعة اليد. عقرب صغير يسمى عقرب. العقرب الصغير. عقرب الساعة. العقرب الصغير هو الذي يدل على الساعة. والعقرب الكبير هو يدل على الدقائق. إذا العقرب الصغير يدل على الساعة، والعقرب الكبير يدل على الدقائق. وضع صديقنا مقداد عقرب الساعات على الرقم 5، وعقرب الدقائق على الرقم 6. هل لاحظنا أن عقرب الساعات هو أقصر من عقرب الدقائق؟ نعم. لاحظوا جميعا. أحسنت، بارك الله بك بني مقدار. تفضل خالد، ما هي الأوقات التي تقوم ببر والديك فيها؟ دلني عليها. في الساعة 5، وفي الساعة 6 أيضا، ومتى؟ أقوم بطاعة والدي بالرغم في كل الأوقات. رائع، بارك الله بك.